حليب الشباب المدنيين شغلناهم معنا مسكوا. شو عم تقول؟ كمشو؟ تعرف إذا بيجي يصير اسمي بالتحقيق؟ رح أدمك حياتك. لا تكلم لا تكلم، اسمنا ما راح يجي بالتقرير أبدا. ماشي، خلي عينك عليهم شوف شو بصير معه. عمل لك حياتك قدام اسمي بالتحقيق. هلا ما انت وياه كنت قولوا لي منين عم تجيبوا البضاعه ولمين عم تبيعوها. شو ما سمع سيد الرائد شو اقول؟ منين عم تجيبوا البضاعه ولمين عم تبيعوها؟ سمعت بس ما راح اعترف. والله بدنا شو بدك تعترف ولا لا؟ الكلمه مره ولا مرتين. لاخر مره بدي احكي منين عم تجيبوا البضاعه ولمين عم تبيعوها؟ سيدي انا ما اذا شقفتوني من 100 شقفه، اذا شقفتوني ألف شوفي ما بعترف ما بعترف. عارف قاضي سيدي اسمه تامر ورفيقه اسمه مسعود ومحمد، هن عم جيبوا لنا الشنطه بيقولوا لنا بي بي سلموها بالحديقه. والله يا سيدي سهل حسون قال له صح صح ولا لا صح. هلا انتو عيني الحمد لله روح البيت. لا حبيبي لا لسه انتم مطولين عنا. قال هذا سياد المساعد قال مطولين يخرب يخرب ديك يفتح ليش تو الجرم الشباب جرم ما جرم شيء شايفنا مجرمين يا زلمه. طيب ايش تهمتكم؟ ايش شايفنا متهمين؟ لا لا جاي لهون ما بعرف هن جابونا ايش هن جابونا لك نحن اصلا جيبوا لنا السجن مجانين. نحن مجانين؟ ما بعرف نحن مجانين؟ عم تسالني لالي لك ما ضلت غير ضلنا اصلا جيبوا لنا مجانين على السجن. قول عمي روح قالوا لنا لك مجانين لك مجانين ضل على السجن. خلص مثل ما بدك مجانين. حسبي الله ونعم الوكيل يا زلمه. حسبي من الله ونعم الوكيل يا زلمه. والله يا سيدي انا اللي شايفه ان هدول اثنين مجانين ما عارفين راسهم من الجريان. والله مزبوط يا سيدي مثل ما شفت اعطونا العنوان والاسماء غلط. رحنا هنيك شفنا بيت عيله. والله وانا شايف فيك فقررت انه نخلي سبيلهم والرابل من البيت لبيت. وهيك بشوف يا زلمه. طيب هلا طلعونا من السجن وين ناروت؟ انا تعلمت على البيت الفخم رحنا شفت شلون فيه عالم. وين الروح؟ اسي وين الروح؟ لازم نلزق هون بمنطقه حتى نشوفهم. لازم نشوفهم نعرف وين مكانهم. يعني نراقبهم؟ طبعا لازم نشوفهم نعرف وين مكانهم وخلاص. والله رايك مظبوط. معناتها من تم هون بننام بالحديقة القفا ومن تم عم نراقب، وإذا شفناهم لمسعود هذا النفسية حامضة هو وتامر بنمسكهم وبنشوف ايش بنساوي بعدين. اتفقنا حسون؟ اتفقنا يا زعزوح صديقي. الله يكون معنا يا رب عصابة وسخة. امين يا رب. معلم كمان انا حبا معلم اهلين مكتونه. لك انتو شلون طلعوكم؟ طلعونا قال جدبان ما بنعرف شيء طلعونا بس قولي هيك. ايه والله ايش نقول لهم ما طلعونا يعني معلش. يلا الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. معلم بدنا نرجع الشغل. الله يخليك خلصنا خلص لعيونك خلص بركه. بدنا شغل بدنا ننام والبيت كمان ما شفنا في عالم بالبيت. لا تخاف لا تاكل يا عم رح ترجع على البيت بس في هلا ناس ساكنين مؤقت هلا منطلق ورجعوكم. الله يوفقك يا معلم. الله ما يفضح ليشتك ماني مطمن. لك اصلا بيكون طالعون لاني لا اخذ من اللحق ولا باطل. والله ما قلنا لهم شيء ما
ما حدا حكينا ولكن والله ما حكيت ولا شيء ابدا والله يلا امشي يلا الله يوفقك انت انت ما بحبك امشي 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 يا معقول هيك تركوهم بهالبساطه يا معلم شافوهن جدبان على البركه ما حزن ياخذوا وين جدبانك معهم مخدرات شلون هيك ايه شافوهن ما حزن ياخذوا منه لا حول باطل ام تركوه والله حاسس في شيء ورا هالتركي بدكم تروحونا انتو ماني مرتاح لهالقصة قلبي ماني مرتاح وهلا ايش بدنا نعمل بعد ما رجعنا تامر على الشغل لك اسو اسنا نعمل هلا اذا وقت نعمل كيفي انا ايش يعني والله صغري زعزور طلع انا يومي صغرت مخي بدنا نستغل صغل حزبي ايش نعمل نقول لك صغري طلع لما بيزل عنا تامر وهذا الطيخ هذا معه مسعود ما تقدر يفضح لاشته ايش قدم ما لاقوا وشايف حاله على ايش ما بعرف هو مثل العصاي شايف حاله ونفسية حامضة صح ما بطيقه سبحان الله المهم صديقي طلع لما بنزل عنا انا بنزل على اساس بدي اجيب صنديقي على اساس بدي اثري اي شيء بنزل بتخبى تحت ولما هن ينزلوا يروحوا انا بلحقهم على السكت اكيد هن يروحوا عند الزعيم وقتها بكون عرفت وين الزعيم وبنكبس عليهم انا وانت فهمت عليك يا خبيث حلو والله فكره جهنميه حلو عجبتني لك فخرت مخي لك وبعدها بس عرفنا مكان الزعيم بنكبس عليهم مثل الاضل المستعجل لا عيني عليك صديقي زعزوع اتفقنا ان شاء الله ما اهم شيء ان ننتقم منه ان يفضح لاشتون الى سندويش ما جابونا على السجن ولا سالوا علينا والله ولا كانه حدا عم يشتغل معهم ما نزقونا نزقونا ليه يسوا هذا اتفقنا بدك انت تراقبهم وانا بلاهيهم ماشي اتفقنا حسون ايه معلم هاي المتفجرات هاي زر التفجير تمام بس هاي صغيرة بدها تعمل كل هالمفعول هذا هاي ما انا عشتها تخرب الدنيا طيب مثل ما بدك بس اهم شيء تكون الساعة 3 بالسوق بس الساعة 3 بكون في كثير علاء وهذا هو المطلوب مثل ما بدك ماشي اجا دور المجانين تبعوتكم عنا مهمة رح نضرب فيها عصفورين بحجر شلون يعني ملك؟ يعني المهمة هلا رح نساويها رح ندخل المجانين تبعوتكم فيها تخلص المهمة وهن بروحوا بقلب المهمة لا من شاف ولا من در ولا أسر ببين بس ما في طريق المهمة هلا بلك شو هي المهمة قرب انت وياه اليوم معلم رضينا عليكم كتير وتوصلت اليوم اجرتكم دبل 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 يعني كنا نوصل شنتايتين لا شنتاي واحدة بس المعلم هيك خطر عباله يعطيكم جائزة ويزود لكم اجرة دبل يا سلام ما اكرمه المعلم الله يكتر من امثاله ويبعث له ناس وولاد حلال مثلي ومثل الرفيق حسون وحتى كمان حب ريحكم اكثر كل مره انتم بتروحوا بتسلموا الشنتاي وتتعذبوا لما توصلوا نتعذب يا الله استنوا ايه والله ما بنستنى المعلم اليوم جايب لكم جرس جرس ايه بس تروحوا توصلوا على السوق تكبسوا هذا الجرس بيجي الزلمه لعندكم بياخذ الشنتاي وبروح يا سلام فعلا شيء حلو يعني انا سوق اهم شيء مو بتعرف السوق الكبيره ايه الناس وهذا السوق هذا السوق عطول نصحات كنا نصحات ايه 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 عرفناه السوق الكبير المهم فيه كتير زحمه عالم بعرفه تمام هذا السوق بدنا نسلمه للزلمه الجنتين بالضبط بتروحوا لهنيك الساعه 3 اهم شيء بتروحوا لهنيك توصل لهنيك الساعه 3 الساعه 3 بالضبط تمام بالضبط بتروحوا لهنيك الساعه 3 وبتكبسوا على الجرس
بيجي الزلمة عندكم بيعطيكم شنطه وهو كمان راح يعطيكم مصاري كمان هو يقيم يا سلام حسون اجرى الدبل من المعلم والزلمة بده يعطينا كمان ايه الزلمة كمان كريم بده يعطيكم هو كمان الله يوفقه بدون ما اشوفه حبيته والله مو بده يعطينا انا الله يوفقه هو والمعلم الله يسلمك يا الله يسلمك وانت ما والله ما بحبك يعني محبة من الله يا زلمة انت انتبهوا انتوا انتبهوا على الساعة 3 بالضبط بتكونوا هنيك 3 ما بدي ولا خربطة ولا غلط صغير ما اعوذ بالله يا زلمة نحن من اخطأ شي ليش انا عم بحكي لكم مشان تنتبهوا لا ولا يهمك تطمن نحن الساعة 3 بناخذ شنتين ونروح على السوق الكبيرة انا ورفيق حسون لا على الساعه 3 على الساعه 3 بتكون هنيك الساعه 3 بالضبط بتكون بالسوق الساعه 3 نروح لك بوث الزر الساعه 3 بنبص الزر على الزر بيجي الزلمه بيجينا الزلمه وبيعطيكم مصاري تشنتاي وبيعطينا مصاري اذا ما اعطانا ما دعتي راح يعطيكم بس انتوا اعملوا الشغله والمعلم اجراء دبل بده يعطينا ايوه يا سلام الله يوفقه ويكتر من امثاله ويبعث له اولاد حلال مثلي ومثل رفيقي حسون الله يسلمك يا الله يسلمك هلا يا معلم الساعه 3 بالضبط العصافير كلها بتطير على السماء لا تاكلها ماشي الله حسون هالمره مالي مطمن انا طاولة قلبي ما طواني بدك الصراحة أنا كمان ما طمنت أبدا يا زلمة هالمرة بالذات أنا بدي أعطيكم أجرة الدبل ليش؟ والله ما بعرف إيش بعرفني أنا عجب إيش فيها شنتاي كل مرة سوف. فيها كياس صغار ما بعرف إيش فيه بس هلا عجب إيش فيه؟ شوف إيش فيها يا خرب ديارن يطفي نارن شوف يا الله بتعرف ايش هاي السو هاي متفرجات بتقبل بالانسان هاي بتقتله ايه والله ايش شفت منها بفيلم اجنبي حطوها لواحد وفجاه قتلته بارضه هلا انا عرفت ايش بدهم هدول هدول حسوا علينا اني نحن عم نراقبهم وصار بدهم يقتلونا ايه والله وما عم يحسنوا اسمع شوي هدول ما عم يحسنوا لنا لو عم يحسنوا لنا ما كان اعطونا هي كان قتلونا فورا بس لاني نحن ابطال ما بيحسنوا لنا فبدهم يفذرونا لا 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 يوافقوا شقدهم مجرمين مشان يقتلونا بدهم يفجرونا يحطونا سم يقوسونا ما بيحسنوا يا زعزوع شقف الله يخرب ديارهم لا وين قالوا لنا بالسوق يعني بدهم يانا نموت بالسوق ليش ما هو بالبيت يخرب ديارهم قدهم مجرمين يا حسون هدول بس بعرفني والله الله ما تعرف نحن لازم نطلع اذكى منهم ها نحن زعزوع وحسون ما ناس سهلين ها لازم هلا بدنا نراقبهم راقبوا لتامر ولرفيقه هذا شايف حاله مسعود نراقبهم ونشوف وينه بيته ومقره للزعيم ونقضي عليهم كلهم ماشي انا معك حتى يعرفوا مين حسون ومين زعزوع سلاحي لك ليش شفت شلون لزمنا يا والله صح وحده لا لك وحده هاي سلاح قوي بيطلع لنا على راسه فورا بس هذا
تسوي هون؟ هناك انت شو عم تسوي؟ خذ بالك منيح، بس شو عم تسوي هون انت والله؟ في شغله مهمه كثير. شوفوات كله هون، مين انتو؟ مرحبا، سلام عليكم. تعلم العصا على جنابك وجنابه. شلونك؟ لك منين فتو؟ من الباب. مين انتو؟ انا حسون. انا حسون هذا رفيقي. يا عيني على المجانين. والله عيب يا زلمه، عيني مجانين. مجانين؟ شو هذا بيدك؟ شو كنت له بيض؟ سوف سوف العصفور. انا عصفور يا زلمه، كل هاد عصفور؟ هذا اقول له عصفور. انت شوف 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 الديناصور بده اياه. يا زلمه يمكن اعطينا للزعيم. استنى نعمل لازم نحكي مع الشرطه. ما معنى تليفون ولا بس زعيم. ان شاء الله يردوا. باخ ما حتطلب افلا. الو شرطة، نحن معك العقيدة زعزوع. لا سيدي، مو عقيد يعني، بس نحن ألقينا القبض على كل العصابة. سيدي ايه والله جد سيدي، القينا القبض، زعيمكم طوله 3 متر قدامنا، قتلنا انا ورفيقي حسون. ايه فورا تتعوا قبل ما يصحى، والله اذا صحي بياكلنا هذا. والله ماشي سيدي. شنو؟ سيدي كني عاملين فرع بالبناية، شلون جيتوا بسرعة؟ احنا ما لنا فرع بالبناية، نحن مراقبينكم من أول. سيدي هذا زعيم العصابة، نحن مسكنا أنا ورفيقي حسون. برافو عليكم. شنو؟ برافو علينا والله. برافو. ألقوا القبض عليه. سفن السيارة. اخر شيء شاطوكم بالشنطتين، ليه ما سلمتوها؟ يا سيدي طلع بالشنطتين مصيبة كبيرة كثير. شو هاي المصيبة؟ مصيبة حسوا علينا انه عم نراقبهم انا ورفيقي حسون، هذا حسوا انه عم نراقبهم فبدهم يفجرونا. هات 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 شنطتين فرجوا للمساعد عريف أرجيك، دفعتونا مجرمين يا سيدي. شوف هاي بدون لطيف. لطيف قال له بس هو ما قال له بتفجروا. لا نحن أذكياء أنا وحسون. قلت له تعال نشوف ليش بدون يعطونا إجراء دبل. طلعنا بالشنتاي شفنا هاي، أنا شفتها بفيلم أجنبي، هاي بيفجروا. قلنا بتروحوا على السوق يكون ملان عالم، بتروحوا بتعطوا شنتاي زلمة بتكبسوا هاد، بيجي الزلمة بيعطيكم مصاري كتير. إنا بس أنا ما صدقته، أنا زعزوع ذكي. وحسون كمان، حسون قال لي كمان يمكن في مصيبة بالشنتاي. والله يا سيدي مجرمين حسوا علينا بدهم يقاتلونا، انا وحسون بدهم يفجرونا بهي عندال. يا زكي هدول مو بس بده يفجروكم لكم، هدول بده يفجروا السوق كامل.
هي عملية إرهابية. أنا ما بعرف إرهابية ما إرهابية. أنا مهم قال لي بتاخد حسون بتروح على السوق وبتستنوا واحد بده يجي يعطيكم مصاري بس كبوس هي هيك قال لي. الله يخبط ديارك لو شغلت مفجر هربوا.